السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأيام اللي فاتت شفنا ناس كتيرة جابت كلام وركبت على صوت مغني آخر زي حمزة نمرة أو عبد الحليم أو أم كلثوم أو شيرين أو ناس كتيرة جدا بدأوا إن هما يعملوا الفكرة دي، إن هو ممكن يقول الكلام هو بصوته وبعد كده يحوله لصوت حد. طيب تعالوا نشوف الفكرة دي معمولة إزاي. ده موقع اسمه kids.ai وهو مجاني إلى حد ما. تعال نشوف البرايسنج عشان إيه محدش يتصدم. بص هو مجاني، تو ستارت فويس سلوت 10 دقايق بتست، لو أنت عايز أكتر فأنت ممكن تبقى فيه $25 في الشهر. طيب تعال بقى نشوف الفكرة بتاعته عاملة إزاي. لازم طبعا إيه يبقى ليك حساب. هي الفكرة بتاعته إن أنت تختار الصوت من هنا، وفي أصوات كتير جدا، وبعد كده تروح قايل له انا هعمل لك انبوت وغير لي في الصوت واعمل لي اوتبوت. الانبوت ممكن يكون ملف صوت موجود عندك على الجهاز، او ممكن تكون انت حاجه بتسجلها دلوقتي. يعني ممكن ادوس هنا واروح مسجل حاجه بصوتي. طيب هدخل بجوجل وبعد كده ابدا ان انا اسجل حاجه بصوتي. ممكن كمان اديله مقطع من اليوتيوب بس المهم ما يكونش طويل، اديله اللينك بتاعه وهو يبدأ ان هو ياخد الصوت مني. طيب لو حسيت ان الصوت فيه نغبشه او عايز تصليح او كده، ففي موقع هسيب لكم الرابط بتاعته تحت اسفل الفيديو اسمه ادوب بودكاست. ده بتدخل اي صوت انت عايزه، هو اوتوماتيك بيعمل له تحسين، بيعمل له انهانس بحيث ان الصوت يكون واضح عشان يقدر ان هو تشتغل بيه في اي حاجه تانية. طيب خلينا مثلا ايه اقول له كليك تو ريكورد، هيقول لي عايز تستخدم مايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الموقع مهم جدا لتحويل الأصوات. احنا كده سجلنا. طيب بعد كده ممكن بقى تيجي تختار الصوت اللي انت عايزه وتقول له كونفيرت، يبدا ان هو يحول الصوت دوت للاوتبوت دوت. عندنا برضو اعدادات في الادفانس سيتنج نقدر ان احنا نبص عليها. دي الاعدادات الادفانسد، تمام، وده الصوت اللي خرج لنا وتقدر تعدل فيه، تقدر تختار اي صوت اخر، تمام. فانت كده خلاص تقدر تعمل اي صوت انت عايزه. تقدر بعد كده تحمل الصوت ده تعمله داونلود او تبعت للناس اللينك بتاع الصوت الجديد، وتقدر بعد كده ان انت تدربه على صوت جديد. يعني ممكن تبدا تدخله صوت مثلا محمد منير، حاجات كتيره ممكن تدخله انت صوتك بحيث ان اي حاجه تلاقيها على النت تحولها لصوتك، صوت حد مشهور. هي دي يعني، بس ان استخدمها في الخير ما استخدمهاش في ان احنا نعمل مشاكل. طيب خلينا نجرب ان انا اديله لينك من اليوتيوب، اللينك من اليوتيوب واقول له كونفرت. بيقول لي انت ليك تقريبا 3 يوتيوب بير داي، اكتر من كده هتعمل ابجريد. ده ممكن يبقى ليك اكتر من حساب على جوجل وتعمل حساب بيهم كتير. دي من ضمن الطرق اللي تخليك ان انت تستخدم الموقع بشكل افضل. في تطبيق جميل اسمه سيم لاب في ار في ار، وده بيشغل في ار واي ار. ده الصوت الاصلي. تعال بقى نشوف الصوت اللي هو تركب. في تطبيق جميل اسمه سيم لاب في ار في ار، وده بيشغل في ار واي ار مثلا الكرسي دوت. واضح ان الصوت اختلف تماما. فمن خلال الموقع دوت تقدر انت تغير الاصوات وبشكل مجاني وان شاء الله يعجبك.